أنا اسمي هاجر السيد برهان، من قرية اسمها دياس طبعا مركز طلخة ده أهلية. أنا المفروض فرقة رابعة كلية تربية الطفولة المبكرة جامعة المنصورة، يعني النتيجة هتظهر هبقى اتخرجت خلاص إن يا شاء الله رب بإذن على الله. خير وتكوني من المتفوقين إن بإذن شاء الله. الله ربنا يخليك. الفكرة كانت عبارة عن في التربية العملي، كنت أنزل التربية العملي كان بيطلب مني أنشطة وحاجات أقدمها للأطفال في القاعة، فكانت من ضمن الأنشطة اللي كنت بقدمها للأطفال كانت عبارة عن معلومات، بس أنا كنت بستغل المعلومات دي إن أنا بقدمها لهم في حواديت. الحواديت كانت بتبقى بقى يا إما من تأليفي يا إما كنت بعمل سيرش على جوجل وبجيب الحواديت من عليه. جت فترة كورونا كان لازم أستغل القعدة، يعني أنا ما بحبش أقعد، لازم أشتغل في حاجة. بدأت نزلت الفكرة على الفيسبوك إن أنا يا جماعة هعمل حدوتة كل يوم في أسبوع في رمضان، كل يوم أسبوع في رمضان. تمام، أول ما نزلت الفكرة ما كنتش متوقعة خالص إن ردود الأفعال هتبقى كده. دعمت الفكرة إن أنا أول حدوتة هقول أسماء الأطفال اللي هيصوموا أول رمضان، ومطلوب من الناس إن هم يكتبوا في الكومنتس أسماء الأطفال. فدي انت شجعتيهم كده جالي مبدئيا ان هم يكونوا متبروزين. بالظبط كده، اه بدأت تقريبا جالي أول حدوتة تقريبا من 150 ل 200 اسمه طفل. طب وليه اللي عملتي معاهم بقى؟ تمام. دي مشكلة. لا قلتهم بصراحة كلهم، ما زعلتش حد. أول حدوتة قلت أسماء الأطفال كلها والله. لا دي مش حدوتة، ده بقى فيلم تسجيلي بقى، 150 طفل ده غير الحدوتة. ما انا ما رضيتش ازعل حد، لان كل كان متوقع بقى احنا اه هنقعد، كان المفروض عرض الحدوته اه كان رمضان يوم الجمعه، ان انا هعرضها الخميس بحيث ان هو ليه فانوس رمضان مرتبط برمضان وان احنا هنصوم بقى يوم الجمعه وكده. دخلت قلت بصراحه انا معايا 150 ل 200 طفل يا جماعه، انا مش هزعل الاطفال خالص، انا هقول الاسماء كلها. وفعلا بدات اقول الاسماء كلها، بس بعد اذنكم بعد كده في الحلقات الجايه هقول عدد معين. كويس. ودي ده الفكرة كانت الانطلاقة بتاعتك يا هاجر. بالظبط كده. اه الفكرة بقى ايه؟ كنت انا بطرح سؤال في اخر الحدوتة، اللي هو مش مجرد حدوتة هتسمعها وخلاص، لا في سؤال اتطرح في اخر الحدوتة انا بقوله وانا بقول الحدوتة. تمام. الاطفال يبدأوا يصوروا لي نفسهم هما بيجاوبوا على السؤال ويبعتوا لي الفيديو اللي هم صوروه، وابدا انا انزل الفيديوهات على صفحه القريه اللي انا منها عشان الناس كلها تتفرج.